نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتسمسيرة مع بالتعاون مع كل من مديريات النقل والأمن الوطني والحماية المدنية حملة تحسيسية تزامنا مع الدخول الاجتماعي لسنة 2024-2025 تستهدف السواق بمختلف أصناف والمركبات والتلاميذ المتمدرسين للتحسيس حول مدى خطورة حادث المرور ونتائجها المأساوية. هذه الحملة تحت شعار معا لموسم دراسي دون حوادث. تم التركيز على إلزامية التقيد بقانون المرور كمبدأ عام لتحقيق السلامة المرورية مع تفادي التصرفات السلبية خاصة في محيط المؤسسات التربوية على غرار استعمال السرعة المفرط وأيضا ظاهرة الوقوف والتوقف العشوائي للمركبات. كما تم التأكيد من خلال هذه الحملة التحسيسية على أهمية التبليغ كأداة لمحاربة حوادث المرور. وهذه مليحة أخذنا للبلاد إن شاء الله وربي يحفظهم إن شاء الله وربي يخليهم إن شاء الله. هذا تبع أولادنا وتبع أولاد الناس. نتواصوا على الحذر، هذه الأولاد وهذا الطرقعان وهذه الشوارع ماذا بكم حذاري؟